بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب مساق أمن الويب، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا الوباء والبلاء، وأن شاء الله نشوفكم في محاضرات وجاهية عن قريب. أولا نهنئكم ببداية الفصل الجديد، وإن شاء الله يكون فصل مليء بالنجاح والتفوق. إن شاء الله اليوم هنبدأ بالمحاضرات مساق أمن الويب، وهو من المساقات المهمة في تخصص الويب بعنوان Basics of Web Development. هناخد الآن اليوم أساسيات تطوير الويب. معكم المهندس رائد بلبل. بداية كلنا بنعرف انه العالم الآن بمجموعه بيعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا وعلى الكمبيوترز، وبالأساس بيعتمد على وجود الإنترنت، خاصة في الأوقات اللي إحنا الآن نمر فيها، حيث إنه الآن هذه الأحوال زادت من الطلب على التكنولوجيا وعلى الـ IT وعلى اللي هو الإنترنت، في وجود تعليم عن بعد، في وجود الاكتشافات العلمية، في وجود، وبالتالي عندي أنا الإنترنت أصبح، وطبعاً بنحكي عن الويب، موجود في مجالات كبيرة. فإذا بدي أحكي عن مجالات الكوميونيكيشن والاتصالات، فالأمور فبكون في عنا الإيميل واللي هو التليفونات أو الموبايلات. إذا بدي أحكي عن اللي هو النقل، فعندي أنا أصبح في عندي سيارات، وهذه السيارات تحتوي على سوفتوير، أو وجودها بوجود الإنترنت في داخل هذه السيارات. في عندي أنا اللي هو في موضوع الطب، اليوم أصبح اكتشافات طبية مرتبطة ب يعني مجالات، في مجالات الميديسن، وتسجل هذه البيانات. طبعا شفنا أنظمة ممكن مرت عليك، والآن أصبح مثلا على سبيل المثال الإكس راي، الآن بطل حدا، كله صار مثلا ممكن ينقلوها من بلد لبلد حسب اللي هو الموجود عندنا. الموضوع أهم المهم جدا كمان موضوع الشوبينج، اليوم في عندنا أونلاين شوبينج، الكريدت كارد، البطاقات، الوالتس، كل هذه طبعا، وما يتعلق فيها من مواضيع مختلفة، سواء كنت بتحكي عن الفريلانسينج، كل هذه الأمور أصبح في عندنا إحنا شغلات كثيرة، يعني بحيث إنه مش اليوم الإنسان بيشتغل في بلد وشغله في بلد آخر. فموضوع الويب ووجوده أصبح مهم جدا، وبالتالي هذا يعني إشي يعني بدأ إلى السعادة إنه في تخصصنا، يعني بيفتح لنا مستقبل إن شاء الله يعني زاهر، ومستقبل إن شاء الله واعد، بحيث إنه إحنا إن شاء الله يعني طبعا بالاجتهاد وبالتميز يصل إن شاء الله الواحد إلى مبتغاه. وبالتالي الإنترنت والويب مهم جدا. طبعا اذا صحيح انت موجود في كل شيء الانترنت، وموجود في كل شيء الويب هذا، واصبح بشكل كبير جدا، لكن هذا بيعمل او بيطلق او بيستحدث تحديات جديده. هذه التحديات الجديده بتواجهنا في يوميا او كل يوم تقريبا، إذا ما كناش يعني إحنا نتكلم أسبوعيا أو يوميا أو شهريا، في تحديات جديدة، في مخاطر جديدة بتواجهنا في الإنترنت، من ناحية اللي هو
اتأكدت على هذه المواقع، على هذه الصفحات، سرقة يعني حسابات، سرقة تخريب مواقع. وبالتالي اللي عندك المجال وسع، وأيضا كذلك اللي هو المخاطر اللي على هذا هذه المواقع زاد. وبالتالي أنت الآن كديفلوبر، يعني كمتخصص في الحاسوب، أنت لابد من دراسة هذا المساق والتعليم، كيف أنت في الآخر يعني تكون قادر على بناء تطبيقات، بناء على سيرفرات، بناء على ويب محمية قادرة على صد أي هجوم. طبعا هذا الكلام إن شاء الله حنشوفه بالأمثلة العملية. وطبعا المجال واسع بالنسبة لجميع الطلاب، إنه ما يختصر يعني عمله على اللي هو المحاضرات، أو لا أنت أخذت تأسسها في الجامعة وعندك كذا، لكن أيضا المجال مفتوح لك لأنك تطور من أسلوبك ومن اللي هو قدراتك. طبعا إذا بدنا يعني نتكلم عن اللي هو موضوع أمن الويب، لا شك إنه أولا نراجع بعض المفاهيم المتعلقة في الويب، واللي هي يعني بحاجة إلى مراجعة، يعني تذكرنا ما مر علينا. ف what is internet؟ إيش هو الإنترنت؟ طبعا تعريفاته كثيرة، ويعني وله يعني أكثر من تعريف. زي ما عندنا هنا، هو عبارة عن global system of interconnection computer network، هو عبارة عن نظام عالمي بين شبكات مرتبطة في بعضها. هذه الشبكات بتستخدم انترنت بروتوكول، بتستخدم بروتوكول للتفاهم فيما بينها، واللي هو طبعا هذه البروتوكول هو التي سي بي اي بي، لربط هذه اللي هي الأجهزة أو التفاهم بين هذه الأجهزة. تعريف آخر ممكن يكون اللي هو you can think of internet as a physical collection، يعني عبارة عن مجموعة من الراوترات والدوائر والشبكات اللي هي مشاركة فيما بينها من الريسورس. طبعا الانترنت يعني بدايته كان في بداية الستينيات في الولايات المتحدة. طبعا ما بعنينا هذا اللي هو التاريخ ولا هذا، لكن كذكر انه متى يعني في متى بدأ اللي هي صيحة الانترنت، ومتى بدأت الانترنت. طبعا هو كان عبارة عن اللي هو لا الفول تولرنت لا الكوميونيكيشن، يعني هو عبارة كان في مشكلة في عندهم في الكوميونيكيشن، ومن هذا الوقت تم عملية إطلاق اللي هو الإنترنت باللي إحنا الآن بنشتغل فيه. الإنترنت نو سنترلايزد governance، يعني ما فيش حوكمة إله، بمعنى إنه ما في عندنا أنا حكومة هو بتتحكم فيه. هذا عالمي موجود عندنا على مستوى العالم. طبعا في عندنا سيرفرات رئيسية موجودة في بعض الدول، هذه السيرفرات يعني موجودة في بعض البلدان زي اليابان، أمريكا، كندا، لكن ما فيش حوكمة يعني حكومة اللي هي تحكم هذا الإنترنت. هذا الإنترنت تعريفه بشكل عام. طيب ايش الانترنت بيقدم لنا؟ بيقدم لنا سيرفيس مختلفة، من اهم هذه السيرفيس اللي هو الايميل، وهو وظيفة، وهو يعني سيرفيس مهمة جدا في عملية التراسل، وهي طريقة سريعة في عملية التراسل والكوميونيكيشن بين الناس من خلال الانترنت. في كذلك بيقدم لنا الانترنت سيرفيس كثيرة، من السيرفيس اللي بيقدمها التلنت. طبعا هذا التلنت عبارة عن سيرفيس من خلاله أنا ممكن أعمل برمجة لراوترات، ممكن تكون في بلد وأنا أكون في بلد وأعمل برمجة من خلالها.
سيرفيس اخرى اللي هي الاف تي بي، وهذا عباره عن بروتوكول من خلاله انا يعني بحمل ملفات من اللي هو اللوكالي وبحملها على الانترنت، يعني لما انت بتعمل ابلود من خلال اللي هو الاف تي بي. طبعا خدمات الانترنت كثيره، لكن هنا جبنا احنا على مثال على الذكر لا الحصر، حتى نعرف انه الانترنت في له سيرفيس مختلفه. مرت علينا هذه السيرفيس، لكن احنا حابين الان نكد نعمل مراجعه يعني سريعه. في عندنا اليوز نت نيوز، هي هذه تباع ايضا اللي هي الخدمه اللي بتقدم عباره عن يعني كومباينيشن بين اللي هي النيوز واللي هو ثاوز اللي هو توبكس، يعني زي اخبار ومواضيع وزي تقولوا زي المنتديات وهكذا، وفيها مواضيع للنقاش ايضا. هذه قد تكون مرت على البعض. كذلك من السيرفيس اللي هي مهمه جدا اللي هو الوورلد وايد ويب، او الاختصار دبليو دبليو دبليو، وهي عباره بتمثل لي اللي هو الانترفيس اللي احنا بنستخدمه، مجموعه الريسورس اللي احنا بيظهر عندنا زي ما هنشوفها الان بتعريف اوسع من هيك. زي ما قلنا اختصار ال WW هو عباره عن اللي هو the world wide web، واللي هي عباره is an information space. طبعا في عندنا information space، فضاء لهذه السبيس موجود في المكان هذا اللي هو الملفات تبعتك، الريسورس تبعتك، الاي، واللي وهذه الملفات وهذه الريسورس كيف انا بصل لها؟ من خلال اللي هو الرابط، او من خلال مين؟ اليو ار ال. بمعنى يمكن بعضنا او كلنا اذا ما كناش يعني في بعضنا رفع مواقع على الانترنت، وفي بعضنا اشتغل لوكالي زي ما اخذنا في ويب 2. كنا نحط اللي هو مين يقولنا وين كنا نحط ملفاتنا على اللي هو اذا كنا نشتغل سيرفرات، في السيرفرات اذا كنت بتستخدم الاوبنتو زي او اللي هو اللينكس سيرفر، بيكون في عندك ملف اسمه www، او حتى كمان في سيرفرات وبيكون موجود على اللي هو وين على السيرفر. وممكن انت لوكالي لما كنا ننزل زي الوام والزام اللي اخذناه اللي هو الويب سيرفر في ويب 2، اكيد بنتذكر لما كنا نروح نحط الملفات في مجلد تحت اللي مين يذكرنا تحت وين كنا نحطه؟ ايوه تحت اللي هو ملفات اللي هو المشروع في اللي هو المجلد. طيب الان هذا المكان هو اول ما تروح انت تقول www مثلا IOG مثلا، بروح هو على المجلد هذا وبدور على المكان او الملفات اللي انت موجودين عندك من خلال اللي هو مين بروتوكول ال HTTP. فانت الان ال www هو عبارة عن information space، مكان للتخزين او المكان اللي انت بتحط فيه الدوكيومنت واللي بتصل له من خلال مين اللي هو ال URL. هذا اختصاره. طبعا له تعريفات كثيرة، ممكن يقول لك ال WW هو عبارة عن شغلة نظرية بقول لك انه هو بيمثل الانترنت بشكل عام، لكن احنا خلينا نقرب الفكرة بحيث ان تفهمها من ناحية عملية بدل ما احنا نحكي في الشغلة التفصيلية النظرية، لانه احنا بنحاول نربط الشغلة العملية بالمحاضرات. طيب طبعا في بداية التسعينات في 1990 ذا فيرست ويب براوزر ريتن، اول ويب براوزر كان موجود. ايش الويب براوزر؟ اللي هو تصفحات، كان موجود في 1990. طبعا الويب طبعا وظيفته انه يعرض لي اللي هو المواقع، واللي هي بتكون عباره عن مواقع مكتوبه بال HTML.
واللي هي يعني بتكون بتستعرض عند اللي هو اليوزر. طيب طبعا هذه الصفحات او هذه الويب بيكون لها شكل. طبعا في عندنا هنا بقول لي انا لها كومون ثيم، يعني شكل مشترك، بمعنى انه الصفحات تاخذ لون معين، تاخذ شكل معين، وكومون دومين، وكمان بتاخذ اللي هي هذه الكومون دومين والها اسم، وكذلك يعني وهذه اللي هي يعني هو بيقول انه الاس الثيم الشكل مع الاسم مع الدومين نيم اور بوث بيش بيعملوا لي الويب سايت نفسه، بمعنى انه هو بيقول لك انه الشكل والاسم. يعني الان انا عندي صفحه واسمها مثلا عندي صفحه الجامعه فيها صور وفيها كذا، هذه اللي مقصود فيه الثيم. الدومين www.iogaza او كذا، فايش الدومين وهذا بما يصلوا لي اللي هو الويب سايت، هذا اللي بده هو يوصلنا اله. طيب ايش ال وات اتش تي تي بي؟ بنسمع الاتش تي تي بي، ايش هو الاتش تي تي بي؟ مين يقولنا ايش هو الاتش تي تي بي؟ ممتاز، ال HTTP هو عبارة عن بروتوكول. طيب ايش اول، قبل ما نجي نعرف اللي هو ال HTTP ايش هو البروتوكول، او عن ايش بنحكي، ايش هو بنحكي بروتوكول ما بروتوكول؟ ابسط اشي بدك تيجي تقول البروتوكول هو عبارة عن سوفت وير، عبارة عن برنامج مبرمج. عشان طيب ايش هو عبارة عن set of rules or standards that control the connection. اليوم انت بدك تتكلم مع واحد اجنبي، مش بدك تجيب مترجم. البروتوكول هو عبارة عن قواعد او standards that control the connection، بتعمل control ولا التواصل ونقل البيانات بين الاجهزة، او بين اللي هو بين طبعا الاجهزة وبين الكمبيوترات وبين الموبايل وبين، فهذه هاي المقصود بايش؟ بالبروتوكول. طبعا اشهر بروتوكول واللي هو بيستخدم في عملية الانترنت وعملية التصفح الويب هو ال HTTP، وهو اختصار لايش يا شباب؟ الاختصار ل هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. طبعا يا شباب الاختصارات مهمة جدا، وعود حالك انك تعرفها من اليوم، لانه قد يخونك في بعض، يعني حتى اليوم في الوظائف، يعني تستغرب لحتى اليوم في كثير من الوظائف بيجيبوا في الامتحانات وبيقولوا ايش هي هذه الاختصارات، فلا تغفل عن الاختصارات الأساسية في اللي هو عندك في علمك او في تخصصك. طيب this protocol بيستخدم لايش يا شباب؟ لايش بنستخدمه؟ بنستخدمه ل اللي هو ترانسفير هايبر تكست دوكيومنت ذات ميك ذا وورلد وايد ويب سايت، يعني بنستخدمه لنقل مين؟ لنقل الدوكيومنت اللي موجوده عندنا. ايش معنى نقل؟ يعني انا اليوم باجي مثلا على سبيل المثال باجي بطلب اللي هو الفيسبوك، بطلبه، انا بفتح المتصفح اللي عندي وبطلب الفيسبوك. الان هذه الصفحه اللي انا طلبتها كيف بتتم نقل البيانات وما فيها من معلومات؟ بتتم من خلال اللي هو ايش اللي هو هذا البروتوكول، وتكون وبتنتقل لك. طبعا هنا ستاندر ويب ادرس such as الستاندرز ويب ادرس اللي هو اي ادرس موجود عندنا، اللي هي مثلا على سبيل المثال فيسبوك، اي جي، وتويتر، غيره وغيراته. ايش هذا بنسميه اللي زي هيك، اللي متكون من ال HTTP نقطتين باك سلاش الاسم، هذا ايش بنسميه؟ URL. بنسميه ايش هو؟ URL. ال URL حنشوف الان اختصاره، لكن قبل ايش بايش بسبق؟ يسبق بال HTTP، او ايش عندنا في عندنا الثاني ال HTTPS، صح ولا لا؟
مين يقول لنا ايش الفرق بين ال HTTP وال HTTPS؟ مين يقول لنا ايش الفرق؟ وهذا بتشوفوه ال HTTP ليست ايش سكيور. ليش ليست سكيور؟ ليش؟ لانه بمعنى ممكن انت الموقع تبعك يكون يتهكر، لكن سكيور يعني ايش؟ سكيور هذا ال HTTP، وبالتالي بقول لك هذا غير محمي، هذا اللي هو بكون محمي الموقع تبعك. تمام. اذا الان الستاندر ويب ادرس، اي موقع من الادرس مكون من اللي يكون موجود ال HTTP ويكون الاسم، هذا ايش بنسميه؟ اليو ار ال. طيب ايش هو اليو ار ال؟ اليو ار ال اول شيء اختصار لايش يا شباب؟ اختصار ل يونيفورم ريسورس لوكيتور، يونيفورم ريسورس لوكيتور اند از يوز. لايش بنستخدمه؟ لحتى نحدد الاسم او نحدد الادرس للموقع الموجود عندنا. طيب من ايش بتكون هذا اليو ار ال؟ ايش الفورمات تبعه؟ اول شيء هي البروتوكول، احنا ايش بنستخدم اشهر شيء؟ ال HTTP. طيب بعدين الهوست نيم، ايش مقصود بالهوست نيم؟ اللي هو السيرفر اللي موجود عليه هذا الموقع. بعدين ممكن نعمل ايش هنا؟ اللي هو اي معلومات اخرى. فالهوست نيم هنا عندنا احنا زي ما كنا نشوف في ويب 2 كنا نحط لوكال هوست، صح ولا لا؟ لكن لما انت بتيجي بتحكي مثلا عن موقع الجامعه ايش بتكتب هنا الهوست نيم؟ تكتب wiog.edu.ma وبتكمل اللي هو. واذا هنا مثلا في معلومات اخرى مثلا بدك تكتب يوزر، بدك تكتب ستودنت وهكذا. طيب البروتوكول سبيسيفاي، ايش هذا البروتوكول؟ ايش وظيفته؟ بيحدد كيف البيانات بدها تنتقل من اللي هو من هذا الرابط، كيف انا بدي انقله؟ من خلال ايش بدك تنقله؟ طبعا اشهر زي ما حكينا احنا البروتوكول بنستخدم مين؟ ال HTTP. طبعا ال HTTP وكيف هو بتتم اللي هو عمليه النقل من خلاله، احنا اكيد مرت علينا في موضوع الشبكات، لكن لا يمنع اذا في محاضرات اخرى مرينا عليها بحيث انه احنا نشوف كيف ممكن بتتم عملية نقل هذه البيانات. طيب الآن الـ URL بتكون قلنا من البروتوكول، بعدين ايش في وراه؟ اللي هو الكولون، هذولا النقطتين تو، بعدين تو سلاشز، هذولا تو سلاشز and then مين؟ اسم الدومين. اسم الدومين ايش المقصود بالاسم الدومين؟ اسم الدومين اللي هو مين يا شباب؟ الدومين الكمبيوتر او السيرفر اللي موجود عليه مين؟ اللي هو الملفات تبعتك. فانت في ويب 2 لما كنت تشتغل تروح لما تستخدم في البي اتش بي كنت تحطه وين؟ تقول لوكال هوست، صح ولا لا؟ طب لما يكون في مثلا سيرفر بعيد وين بتحطه؟ في اللي هو المكان الاخر. طيب وبعدين في عندنا هنا اذا انت ممكن عامل سب دايركتوري، يعني بمعنى انت عامل اكثر من ملف، مثلا عامل على سبيل المثال اسم الجامعه، بعدين هنا مدرسين، بعدين هنا بدك تحط مثلا اسم المدرس، فهذا ايش بنسميه هنا؟ اللي هو سب دايركتوريز. سب دايركتوريز. طيب هذا الدايركتوري نيمز بايش؟ باي سنجل فورورد سلاش. كيف من شو اسمه من يعني بنحط بنقول صب، يعني انت اليوم مثلا حاطط مجلد في داخله مجلدات، كيف بدك تصل للمجلد الداخلي؟ من خلال السلاش زي ما احنا هيو متعودين. طيب هذا بخصوص اليو ار ال، وعرفناه وعرفنا ايش اختصاره وكيف من ايش بيتكون واجزائه. طيب وات از ويب سايت؟ ايش الويب سايت؟ انت ايش المقصود في الويب سايت؟ طبعا انت اليوم بعرف انك انت بتعرف انه الويب سايت هو عباره عن موقع، لكن انت اليوم طالب جامعي اكاديمي بدك تفهم وتعرف كلام علمي. ما هو الويب سايت؟ ويب سايت از كولكشن اوف فيريوس بيجز، عباره عن مجموعه من البيجز مختلفه مكتوبه بلغه ال HTML
مارك اب لانجوج بالاتش تي ام ال لانجوج. احنا بنعرف ايش هي الاتش تي ام ال لانجوج او ايش وظيفتها. الاتش تي ام ال ايش بنعمل فيها؟ مين يقولنا؟ ممتاز، هي عبارة عن لغة من خلالها انا بأبني الهيكلية للموقع، بهبني الهيكلية. في عندي انا لغات بتبني الهيكلية، لغات بتعمل الالوان واللاذة زي مين؟ ممتاز، سي اس اس. لغات بتحط بتضيف روح للموقع او حركة او كذا زي مين؟ زي الجافا سكريبت. ممتاز. لو مثلا بدي اعمل انا دايناميك في جي كويري واجاكس، وزي ما شفنا في ويب 2. فهذه طيب كل بيج من هذه البيج، طبعا ايش بيج افيلابل اون ذا ويب سايت از كولد بيج، ويب بيج. كل واحده مش بنسميها ويب بيج. اول واحده بتكون عندنا ايش بنسميها؟ ممتازين، الهوم بيج اول واحده، هذا احنا كنا عارفينه. في عندنا هوم وفي عندنا ايش يعني اللي هو يعني صفحات اخرى. طيب المالتيبل ويب بيجز وذ كومون ثيم اند زي ما حكينا كومون دومين اور بوث، ايش بيكونوا لنا؟ بيكونوا لنا الويب سايت. انت اليوم في عندك موقع الجامعه إلو ألوانه إلو ثيمه، إيش مقصود بالثيم يا شباب؟ ثيم اللي هو الشكل الخارجي أو الألوان أو الشغلة، يعني اللي بسموها يعني زي ما بشوف أنت التمبليت أو يعني الألوان المخداها التقسيمة تبعت، هذا كله ثيم مكتوب. طيب يعني الثيم وما يحتويه من اتش ام ال وسي اس اس ومنظر وكذا وألوان هذا كله بالإضافة لا اللي هو الدومين نيم بنسميه ايش يا شباب؟ كلهم هذول بيكونوا لنا الويب سايت تبعنا. طيب عن في عندنا مليونز من هذه الويب سايت افيلابل اون ويب، افيلابل وين؟ في الويب. وهذه اللي هو اللي موجوده عندنا طبعا. وات از ذا ويب سيرفر؟ ايش هو الويب سيرفر؟ انت اليوم لو سألناك سؤال، انت لما كنت في ويب 2 كيف كنت يعني تروح تعمل كونكشن من الداتابيز، وكيف ممكن ومين كان اللي هو يعني يقرأ منك وملف يعني اللي هي الاتش تي البي اتش بي ويعطيك النتيجة؟ مين يقولنا؟ ممتاز، اللي هو الويب سيرفر. وكنا احنا لوكالي مين منزلين؟ الزامب، صح ولا لا؟ وكنا نروح ونقول في عنا ويب سيرفر ونحط لوكال سيرفر ونفوت على الادمن تبعته. طبعا ايش الويب سيرفر؟ every website sits on computer now as a web server. في عندي انا ويب سيرفر بده يكون موجود على الويب سيرفر هذا. ايش الويب سيرفر بيعمل؟ بيخدم لي. this server is always connected لمين؟ في الانترنت. طبعا لازم يكون موجود بالانترنت. وهذا الويب سيرفر بيقوم من اسمه سيرفر يعني خادم، بيقوم بالاستجابة للمعلومة اللي هو الريكوست والطلبات اللي انت بتطلبها. فمثلا لما كنت انت تعمل كويري وانت موجود على صفحة وتقول له هات لي مثلا او تعمل لوجن، بروح هو على الويب سيرفر وبدخلك على قاعدة البيانات وبشوف ايش في عندك وبعدين برد لك. فهاي وظيفة. طبعا كل ويب سيرفر يا شباب له اي بي، الو اي بي. وكل طبعا الاي بي مكون من ايش يا شباب؟ ايش الاي بي عندنا؟ بكون الو ايش الوظيفه من الاي بي؟ كاي دي للموقع. يعني انت اليوم في كل واحد من هذه اللي هي المواقع الو ادرس مختلف عن مين؟ عن الاخر، تمام. وكل ادرس من هذا مكون من اربع يعني اربع بارت، والبارت هذه بين الصفر والمئتين وستة وخمسين، من 256. زي على سبيل المثال في عندي هاي من زي ما انت شايف، في عندي انا 207 الجزء الاول نقطة، 797، 227، 239، هذا الادرس. في عندي ادرس اخر، اذا عندي اللي بالادرس لهذا الويب سيرفر مكون من اربعة
ما بين كل واحدة والتانية موجود عندي دوت من 0 ل 256. طيب الآن إيش الفائدة من اللي هو هذه اللي هي الاي بي، او لايش احنا بناخذ الاي بي؟ when you register web's address also now as a domain name such as google name you have to specify الاي بي on اي بي address of the web server. بمعنى انت اليوم تعاملنا كيوزر، احنا صح بنكتب جوجل دوت كوم اي او جي دوت كوم، لكن الانترنت ما بتعامل مع اللي هو مع الاسماء او مع اسم الدومين. طبعا احنا ايش الدومين يا شباب؟ الاسم، هذا الاسم بنسميه دومين، اسم دوت كوم هذا هو الدومين. هاكي بتعامل، بتعامل من خلال الاي بي ادرس، الاي بي ادرس. طيب كيف بتتم هذه العمليه؟ العمليه بتتم الويب سيرفر ذات ويل هوست ذا سايت. يعني انت اليوم كل دومين له اي بي ادرس مقابل له. طيب كيف بتتم العمليه هذه؟ من خلال اللي هو ما يعرف بالدي ان اس. حنشوفه الان الدي ان اس بعد هذه السلايد. وات از ذا ويب براوزر؟ ايش هو الويب براوزر؟ مين يقولنا؟ ممتاز، عباره عن سوفت وير احنا بننزله عندنا على اللي هو الجهاز، ومن خلاله تو اكسس لايش؟ للويب اللي انت بدك تستخدمه. مين يقولنا ايش اشهر؟ اذا هو عباره عن سوفت وير وبنستخدمه في تصفح اللي هو مواقع الويب، من المتصفحات القديمه النت سكيب هذا كان من موجود، لكن اليوم اشهرها اللي زي الجوجل كروم. طبعا الانترنت اكسبلورر هذا فيش اصلا الان، اصلا صار موجود عندنا اللي هو الادج موجود، في عندنا الفايرفوكس الموزيلا، وفي عندنا اللي هو الاوبرا وغيره من اللي هم المتصفحات اللي انت ممكن تستخدمهم. طيب يعني انت من خلال اللي هو يعني بقول ان اذر ويب when you navigate through pages of information this is commonly now as a browser. يعني بمعنى ان انت لما تتصفح من صفحه لصفحه ايش بنسمي هذه اللي هو المصطلح اللي هو عمليه البراوزنج، او اللي هو السيرفنج اللي هو عمليه ايش هو السيرفنج. تمام، فانت مصطلح البراوزنج يعني انت عمليه تصفح الانترنت، وجاي من وين؟ من كلمة براوزر. طيب what is the ISP؟ ISP standard لايش يا شباب؟ stand لايش؟ اختصار لايش؟ internet service provider، internet service provider او المزود لخدمة مين؟ الانترنت، واللي هو من خلاله انت عبارة هي طبعا مين هو المزود؟ هو عبارة عن شركات اللي بتزود بخدمة اللي هو الانترنت كونكشن. طبعا هذه الشركات بتختلف، منها بس منها ما يزودك بالويب، منها ما يزودك بالانترنت، منها طبعا ممكن شركات فقط تزودك بالانترنت، ممكن شركات تزودك انه انت تعمل عملية الهوستنج لصفحتك او لصفحاتك عندهم. ايش يعني معنات هوستنج؟ يعني يستضيفوك انت، موقعك يستضاف وين؟ عند هؤلاء الناس او عند هذه الشركات اللي بتزودك بالانترنت. ممكن يزودك في الانترنت زي مثلا عندنا الشركات هذه المحليه اللي احنا بتزودنا فقط انترنت، لكن في شركات بتزود انترنت وبتزود لك مساحه بيس اللي هو موقعك اللي انت بدك ترفعه على النت، بحيث انك يعني احنا الان كيف بتم عملية اللي هو يا شباب الموقع بصير عام؟ بتكون انت بتحطه على سيرفر موجود مشبوك في اللي هو الانترنت، ومن خلاله انت بتكون تحجز مكان تدفع عليه سنويا او شهريا او حسب نظام الشركة، وبصير انت وين ما اي واحد على العالم بيصل لهذا اللي هو الانترنت، اللي عفوا اللي هو الموقع.
طيب what is HTML؟ ايش هي ال HTML؟ اول شيء اختصار لايش هي؟ هايبر تكست ماركت مارك اب ايش لانجوج، مارك اب لانجوج اول شيء هي. وهي ايش يا شباب؟ ليش بنستخدمها؟ تو حكينا لعمليه اللي هو نبني فيها الهيكل الاساسي للموقع، بمعنى انت لما بدك تيجي تقسم الموقع بتستخدم لمين؟ ال HTML، واكيد في ويب 2، عفوا في ويب 1 وكملت عليه في ويب 2 لانه الامور متكامله في استخدام. فهمنا ايش ال HTML، ومين قلنا ال HTML من ايش بتتكون؟ بتتكون من تاجز، وهذه التاجز كل تاجز لها معناها وكل تاجز لها. فمثلا تاجز اللي هو عندي اللي هو مين يقول معانا H1 لايش؟ ايوه هيدر. مثلا تاجز اللي هو الديف ليش؟ اعمل ديف جديد. طبعا هذه الديف او هذه اللي هو التاجز بتتكون من بدايه ومن ايش؟ نهايه، صح ولا لا؟ وبكون الاسم محصور بين هذه اللي هم الجريتر ذان والليس ذان، تمام؟ وكل واحده لها وظيفتها اللي موجوده عندك. فمثلا عندنا الهيدر، في عندنا اللي هو البادي، في كل هذه الشغلات بدك تكون انت عارفها. وطبعا زي ما اتفقنا معاكم في اللي هو المحاضره التعريفيه انه انت لما بدك تيجي تفوت المساق هذا بدك تكون عندك مخلص اللي هو داتابيس واحد وويب واحد وويب اثنين، لانه انت بتحكي عن ويب سيكيورتي او عن اللي هو عن امن الويب. يعني انت الان مرحله متقدمه، انت وصلت، انت بنيت الموقع الان بدك تحميه، فلازم تكون عندك درايه في او تكون انت ماخذ هذه، وهو شرط انك انت هنا ان تكون ماخذ هذول المساقات. طبعا هذا بخصوص طبعا بشكل عام اللي هو انه احنا ال HTML تستخدم لديسكرايب ايش يا شباب؟ الاستراكشر، ها بناء اللي هو التركيبة الموقع. لكن لما انا بعد ذلك بدي اجي اعطي الوان واعطي ايش في عنا اللي هو ال HTML CSS، تمام؟ وعنا اعطي حركة واعطي روح جافا سكريبت، اعطي بعض هذه كله ايش يا شباب؟ لغات او بتساعدني في بناء مواقع فعالة وإيش ذات معنى. What is hyperlink؟ إيش هو الهايبرلينك؟ الهايبرلينك اللي هو اللينكات اللي إحنا باختصار اللي أنت بتضغط عليه وبنقلك من مكان لآخر، هذا المقصود بالهايبرلينك. طبعا اللي هو إيش؟ اللينك is سيلكتبل، اي موقع اي لينك انت سيلكتبل، يعني بتقدر يعني تعمل كليك عليه وينقلك لمكان، هذا ايش بنسميه؟ هايبر لينك. هايبر لينك طبعا الهايبر لينك مش شرط انه يكون كلمه او كذا، لا، فممكن يكون عباره عن بتون، وممكن يكون عباره عن ايكون. مثلا انت بتضغط اليوم على اللي هو ايمج الماب، انت بتضغط اليوم مثلا على موقع على شعار الجامعه بوديك على وين؟ على صفحه الجامعه وهكذا. فكل هذا ايش يسمى؟ هايبر لينك. الدي ان اس، طبعا احنا حكينا عن الدي ان اس يا من شفنا انه الدومين مرتبط باي بي، الدومين مرتبط باي بي. الان ايش الفائده من الدي ان اس يا شباب؟ كل سيرفر موجود عليه اليوم الدومين ومقابله زي جدول هيك، بيكون عندك جدول موجود وبيكون عندك هنا مثلا مقسوم قسمين، هنا الدومين نيم، هنا النيم، وهنا الاي بي، هنا الدومين وهنا الاي بي. ايش بيصير بيعمل؟ مثلا انت بتقول جوجل، هنا بقول 10 10 10 10 كذا اي بي، تمام؟ فانت اليوم لما تيجي تكتب جوجل هو بروح على الدي ان اس، والدي ان اس هذا اختصار لدومين نيم سيستم، وبروح بياخد الاي بي المقابل لمين؟ للدومين اللي انت دخلته. طب ليش هذه؟ لانه انت اليوم في الانترنت ما بتتعامل مع اسماء، لانه ممكن يكون في اسمين لكن الاي بي عندك زي بعض، لكن ممكن الاي بي مختلف،
وبالتالي حسب انت وين السيرفر اللي عندك. فمثلا في سيرفرات نفس الاسم موجود عليه، لكن طبعا انت الاسماء لا لازم يكون ايش موحده، لكن بحكي عن من ناحيه اي بي، فكل واحده لها اي بي، وهذه الاي بي يا شباب من خلالها الانترنت بتعامل. فالانترنت لما انت تعمل تودي ريكويست على السيرفر، ايش بصير عندك عمليه انه انت بتتم عمليه اول شيء ريزولف بسموها، انه انت كل اسم مقابله اللي هو الاي بي، ومن خلال الاي بي انا بتعامل مع مين. طبعا كل موقع when you register your domain، لما انت تروح تعمل موقعك وتختار الاسم اللي انت بدك اياه في الدي ان اس، مباشره بروح بتم تسجيل الاي بي مقابل لمين؟ للدومين تبعك، للدومين تبعك. without doing your domain name will not be functional، يعني اذا انت ما رحت ما سجلتش اسم الدومين مع الاي بي المقابل له، فانت هنا ما راح يشتغل موقعك بالطريقه الصحيحه. طيب كيف احنا الان لما نيجي نطلب موقع، كيف بتتم العمليه من خلال اللي هو الويب براوزر؟ إيه نيجي إن اول شيء الويب براوزر او اللي هي انت الان كيف بتطلب اي موقع؟ من خلال انه انت بتكتب اللي هو الموقع، صح ولا لا؟ في داخل مين؟ في داخل اللي هو في داخل الويب. طبعا عندنا طريقتين، اما بتطلب الصفحه من خلال يو ار ال، او من خلال اللي هو الفولوينج ايش يا شباب اللينك. يعني انت اليوم مثلا بتكون في اللي هو في الماسنجر، وواحد يبعث لك رابط، فانت من خلال كليك عليه بروح بيعمل لك فولوينج لهذا الرابط. طيب الان الويب براوزر هذا بروح بنشئ ايش؟ بروح بنشئ اللي هو المتصفح الموجود عندك، سلسله من الكوميونيكيشن مسج بين مين؟ حتى بينه وبين السيرفر، بحيث انه يجيب لك البيانات اللي انت بدك اياها. الان نيجي الان ونشوف لو عندنا في اللينك اللي اسمه example.org كيف هذا بده يبين عندنا في الرسمه التاليه. بيجي عندنا اللي هو الويب سيرفر الويب براوزر، وبطلب اللي من السيرفر الريكوست تبعه، والسيرفر الان بطلب برجع له بالبيانات او بال HTML، وبيجي هان البراوزر وبيعمل اللي هو تصفح لهذه، او يعمل رندر لهذه الصور وهذه اللي هو ال HTML. هان عندنا هنا اللي هو زي ما احنا قلنا اول شيء اللي هو الدومين سيرفر، الدومين نيم بروح بتحول لاي بي اول شيء، بعدين البراوزر بيرسل من خلال ال HTTP الريكوست للسيرفر. الان الكمبيوتر اللي هو السيرفر بيستقبل الريكوست اللي اجى من خلال اللي هو اللي اجى من الكلاينت، وطبعا بيكون في عندنا متصنت على الريكوست اللي جايه في البورت 80. وبعد ذلك اذا كان موجود طلب اللي هو هذا الطلب اللي طلبه المتصفح او طلبه الكلاينت موجود على السيرفر، بصير عندي برجع البيانات وبالبيانات المطلوبه بالايش؟ بالمعلومات الموجوده. مثلا انا طالب موقع الجامعه، برجع لي ايش ما فيه في الجامعه الكونتنت المحتوى هذه الصفحه. الان المتصفح الموجود عندي بصير يقرا هذا الكونتنت واللي هي بتحتوي على ال HTML الموجود عندي وايش موجوده فيها، وبحاول يعني يعمل بعد ذلك من هو بيج يوز HTML تو ريفير اللي هو اليو ار ال. طبعا احنا في عندنا مش بس ال HTML، لا في عندي الايمج وفي عندي سكريبت وفي عندي السي اس اس حيكونوا. طبعا هذا الكلام معظمنا احنا عارفينه، لكن احنا حابين يعني نبين كيف بتتم العمليه، بحيث انه احنا بكره لما نيجي نعمل اي مشكله او في عمليه الرد اللي هو السيرفر على الكلاينت، كيف ممكن تستغل هذه في عمليه
الهاكينج او عمليه الهذا، فبدنا نكون على درايه في هذه المعلومات. طبعا as a receives their content from the web server، المتصفح بيصير ايش يعمل يا شباب؟ بيصير يعمل رندر. ايش معنى رندر؟ ممتاز، بيصير يعرض اللي هو الصفحه باللي هو المعلومات الموجوده فيها من صور ومن الوان وغيره. فهذه اللي هي اختصار how does web server web browser work. عند هذه النقطه ان شاء الله بنقف المحاضره الجايه، ان شاء الله بنبدا باللي هو ايش هو اللي بيشتغل، اللي هو كيف بدنا نبدا في بدايه اللي هو الويب سيكيورتي. ان شاء الله ان شاء الله نشوفكم في المحاضره الجايه.